كانت سندبيل ممكن تفقد حياتها لولا ان مارك اتدخل في الوقت المناسب وانقذها، وهما الاتنين خرجوا من النهر وكانوا غرقانين خالص. بعدها بتظهر كيتي وهي بتسرح في مارك وانه خلاص قرب يخطبها على السيف، وهي رايحة على قصر مارك. لكن في الوقت ده سندبيل اللي بتكون حتفاله حب بيهرب بيه عشان ما يقابلش كيتي، ولما بتطلع لحد اوضته فعلا بتلاقي الحبل اللي هرب بيه، وبيقول لها الخادم انه اكيد حد ساعد، وبتقول له وهي متغاظه مفيش غير سندبيل. ولما بيوصلوا في المكان اللي هيرسمها فيه بيقول لها انه مبسوط جدا في الوقت اللي بيبقى هيرسمها، وانا مش عايز احرج والتر مع كيتي لكن بتضايق جدا من اوامره عليا. وبترد سندبيل عليه ان بابا مش بيعاملني كده وبيسيبني اعمل كل اللي انا نفسي فيه، والولاد الاشرار اللي تبع كيتي بتراقبهم في الوقت ده. وبتقوم كيتي على صوت الولاد الاشرار دول وهم بيغنوا وبتديهم فلوس، وبتقول في سرها انا حوريك يا سندبيل، وبتبقى متغاظة جدا من سندبيل لان مارك كل يوم بيبقى مبسوط مع سندبيل اكتر من اليوم اللي قبله، وبتبقى هتتجنن ومش عارفة تعمل ايه من الغيظ، وبتقول هتصل ببابا اللي موجود دلوقتي في لندن. وفي الوقت ده مارك كان بيرسم لوحة جميلة جدا لسندبيل، وفي الوقت ده بيلاحظ مارك ان في فنان مشهور واقف وبيتفرج عليه، وطبعا اول مارك ما بيشوف بيروح ويتكلم معاه ويقوله ان انا معجب بيك وان انا من تلاميذك ونفسي اكون زيك، وبيعرف سندبيل عليه. ومارك طبعا بيبقى ملهوف لانه كان نفسه يبقى فنان مشهور، وبيقوله ان انا معجب بيك من ساعة ما اخدت الجايزة بتاعتك وانا نفسي اقابلك. فبيقوله طب وليه ما جيتش المكان اللي انا مقيم فيه حاليا، مقيم في منزل السيد شيرر. وطبعا سندبيل بتقوله هتعمل ايه، قال لها طبعا هروح له. وفعلا مارك ما صدق وراح للعزومة بتاعة الفنان ده، وطبعا كيتي ما صدقت وبقت تقوله خليك قاعد براحتك، ده انت دعاك عشان ان انت مشهور جدا وانت فنان عظيم. وطبعا السيد كليف بيقوله ايوه ايوه طبعا انا عازمك عشان كده. والسيدة مامتها الحيزبونة بقت تقوله مبروك يا مارك، السيدة ولينكتون وعائلة ولينكتون كلهم بيتشرفوا بفنان مبدع زيك. وكيتي هي كمان بقت تقول له تهانيني القلبية وبقت تبارك له، وقالت له ان السيد كليف عنده استعداد يديك دروس لو حبيت في اي وقت انك تتدرب على حاجة معينة. ومامتها بتتدخل وبتقول له يا مارك دي فكرة هايلة جدا فكرة التدريب دي. وكيتي بتقول له واحنا فيها دلوقتي حالا، انا كمان ممكن اروح ارسم معاك ونتدرب كلنا بالمرة، وهجيب عربية نركبها كلنا حالا حالا دلوقتي. وطبعا والتر بيشوفه هو بيجهز حاجته عشان يروح معاهم في الرحلات دي، وطبعا بيقوله ان انا مسؤول قدام باباك دلوقتي اللي مشغول وسايبني انا لدروسك، لكن انت كده لما هتروح تتدرب في تدريب الرسم ده هتهمل دروسك يا مارك. وطبعا مارك بيقوله انا مصدقت وانت عارف كويس جدا ان انا بحترم الفنان دوت وان انا بحب كل دروسه ولازم اروح معاه. ولما بيلاقي كيتي بتدخل تقوله الشنطة دي عايزها معاك يا مارك، بيعرف ان كيتي ورا كل ده، وبيقول ان العيلة دي هتبقى سبب دمار دراسة مارك. وكيتي لما بتشوف سندبيل بتقول لها خلاص مارك ما بقاش محتاجك، مارك بقى محتاجني انا، وعشان خلاص شوية وهيخطبني ونعلق صورتنا هنا على القصر، وبتمشيها. لكن سندبيل وجهة نظرها بتبقى حاجة تانية، وبتروح تستخبى جوه الباص وبتسيب رسالة مع اوليفر لباباها. ولما بيوصلوا قدام البحر عشان يبتدي مارك يرسم بيتفاجئوا بسندبيل اللي جوه الباص، وطبعا بتبقى عايزه تمشيها وبتقول لها امشي، ومارك بيقول لها سيبي سندبيل. وسندبيل اللي بتترجاها وبتقول لها ان شاء الله حتى اشتغل عندك خدامه، وبتقول لها يعني انت عايزه تخدمي، وفعلا بتخليها تقعد تغسل في الهدوم وتغسل في كل حاجه، بتخليها تعمل عمل شاق جدا. وسندبيل نايمه بتسمع كيتي بتتكلم مع الرسام واللي بيطلع جاي عشان باباها هو اللي جايبه لها هنا حد هنا عشان تجيب مارك لحد عندها، وفعلا بيكلمها وبيقول لها الموضوع مش موضوع رسم، انت معجبة بمارك يا كيتي. وبتقوله ان الموضوع ان انت كنت فقير ومش لاقي حتى تاكل، وبابا هو اللي ساعدك وخلاك تقدر تاخد الجايزة الكبيرة دي، ولولا بابا ما كنتش خدت اي حاجة ولا وصلت للي انت فيه. وبيقول لها ان باباكي موت فيا الفنان الاصيل، وبيقول لها ان انا تعبت من كتر الثناء عليكم بشكل مبالغ فيه ومش دي الحقيقه. وبتقول له انت لازم تبقى سامع كلام بابا زي ما قال لك تعمل. وطبعا في الوقت ده سندبيل بتبقى خايفه جدا تقول لمارك، لكن ما بتقدرش تسكت لما بيقعد يزود في الكلام معاه
وبتيجي لحد عندهم وهم بيتكلموا، وساندي بيل بتقوله ان الناس دي بتضحك عليه، حتى الفنان ده مش زي ما انت بتحترمه، ده جايب الفلوس عشان باباها هو اللي جايبه لكيتي. وفعلا الرسام بيعترف قدام مارك وبيعترف قدامه ان ساندي بيل كلامها هو الحقيقة. ومارك مشي لبعيد وهو سرحان وبيقول في نفسه اوعدك يا سيد كليف ان انا ارفع راس اسم ولينكة اللي فوق. وبيجي الرسام الكبير وبيقول لها ما تقلقيش يا ساندي بيل، الشاب ده عنده حاجة انا ضيعتها من زمان، الاخلاص للفن. وبيمشي السيد كليف وبتاخد ورق الرسم ساندي بيل وبتروح لحد مارك، وقررت ان هي تشجعه انه يرسم ويكون فنان مشهور زي ما كان بيتمنى.